أول الجوائز التشريعية بنبدأ مع فنان سعودي من البلد الحبيب اللي بتتميز بنجوم كبار بالعالم الغنى وبتشجع الفن، فنان موهوب بيشتغل على نفسه وعلى اختياراته وبنتوقع له النجومية والمستقبل الفني الطويل من أغانيه. حنغني الليلة حلوة حياتي. رحبوا معي بالفنان الصاعد عبد الله الناصر. ألف مبروك يا عبد الله، والمزيد من التألق والنجاح يا رب. تفضل المايك. شو بتحب تقول كلمة؟ وخاصة جايزة المي ما بقى لها 15 سنة وكرمت كبار نجوم بالوطن العربي وأكيد عطت جوائز لكتير صاعدين وصاروا نجوم اليوم. أول شيء أحب أمسي على الفنانين كلكم، المنتجين والملحنين والموزعين وكل الموجودين. مساء الخير عليكم جميعا، وسعيد جدا بأن أكون من ضمن الناس اللي يتكرموا اليوم، ومبسوط جدا اني اكون في بلدي الثاني مصر الحبيبه، ومبسوط برضه اني اكون ممثل للسعوديه بين اكبر الفنانين. وشكرا لكم جميعا. بدك توجه لنا تحيه خاصه من مصر ومن لبنان للسعوديه الحبيبه؟ اكيد اكيد. تحيه وزقفه كبيره، وحنسمع منك اغنيه. اكيد طبعا. تفضل. يعطيكم العافيه، شكرا لكم.